بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن سار على دربه واتبع هداه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فهذا هو الدرس 37 بعد 200 من دروس تفسير سورة البقرة للإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى. نتابع فيه قراءة وشرح المسائل التي ذكرها الإمام في تفسير الآيتين 29 والثلاثين بعد 200 من هذه السورة الكريمة، وهما قول ربنا سبحانه وتعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وقد وقفنا عند المسألة 6 من المسائل التي ذكرها الإمام في تفسير قوله تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، حيث يقول: المسألة 6 اختلفوا في قدر ما يجوز وقوع الخلع به، اختلفوا في قدر ما يجوز وقوع الخلع به. فقال الشعبي والزهري والحسن البصري وعطاء وطاووس: لا يجوز أن يأخذ أكثر مما أعطاها، وهو قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا يجوز أن يأخذ أكثر مما أعطاها. وقال سعيد بن المسيب: بل ما دون ما أعطاها حتى يكون الفضل له. إذن سعيد بن المسيب قال: لا يجوز له أن يأخذ إلا ما دون ما أعطاها، يعني لا يجوز أن يأخذ بقدر ما أعطاها، بل يأخذ أقل مما أعطاها. وأما سائر الفقهاء فإنهم جوزوا المخالعة بالأزيد والأقل والمساوي، واحتج الأولون القائلون بأنه لا يجوز أن يزيد على ما أعطاها، احتج الأولون بالقرآن والخبر والقياس. أما القرآن فقوله تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، ثم قال بعد ذلك: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فوجب أن يكون هذا راجعا إلى ما آتاها، وإذا كان كذلك لم يدخل في إباحة الله تعالى إلا قدر ما آتاها من المهر. وأما الخبر فما روينا أن ثابتا لما طلب من جميلة أن ترد عليه حديقته فقالت جميلة: وأزيده؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حديقته فقط. ولو كان الخلع بالزائد جائزا لما جاز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يمنعها منه. وأما القياس فهو أنه استباح بضعها، فلو أخذ منها أزيد مما دفع إليها لكان ذلك إجحافا بجانب المرأة وإلحاقا للضرر بها، وهذا غير جائز. وأما سائر الفقهاء فإنهم قالوا: الخلع عقد معاوضة، الخلع عقد معاوضة، فوجب ألا يتقيد بمقدار معين. فكما أن للمرأة أن لا ترضى عند النكاح إلا بالصداق الكثير، فكذا للزوج ألا يرضى عند المخالعة إلا بالبذل الكثير، لا سيما وقد أظهرت الاستخفاف بالزوج حيث أظهرت بغضه وكراهته. ويتأكد هذا بما روي أن عمر رضي الله عنه رفعت إليه امرأة ناشز أمرها، فأخذها عمر وحبسها في بيت الزبل ليلتين، ثم قال لها: كيف حالك؟ فقالت: ما بت أطيب من هاتين الليلتين.
فقال عمر رضي الله عنه لزوجها اخلعها ولو بقرطها، والمراد اخلعها حتى بقرطها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه جاءته امرأة قد اختلعت من زوجها بكل شيء وبكل ثوب عليها إلا درعها، فلم ينكر عليها. المسألة السابعة: الخلع تطليقة بائنة، وهو قول علي وعثمان وابن مسعود رضي الله عنهم، وقول الحسن والشعبي والنخعي وعطاء وابن المسيب وشريح ومجاهد ومكحول والزهري، وهو قول أبي حنيفة وسفيان، وهو أحد قولي الشافعي. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وطاووس وعكرمة إنه فسخ للعقد، وهذا هو القول الثاني للشافعي، وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور. حجة من قال إنه طلاق أن الأمة مجمعة على أنه فسخ أو طلاق، فإذا بطل كونه فسخا ثبت أنه طلاق. وإنما قلنا إنه ليس بفسخ لأنه لو كان فسخا لما صح بالزيادة على المهر المسمى كالإقالة في البيع، لا تصح على أكثر من الثمن المسمى، لا تصح إلا على الثمن المسمى. فكذلك هنا لو كان فسخا لما صح بالزيادة على المهر المسمى. وأيضا لو كان الخلع فسخا لكان إذا خالعها ولم يذكر المهر وجب أن يجب عليها المهر كما في الإقالة، يعني في الإقالة في البيع لو لم يذكر الثمن يجب رد الثمن. فهنا كذلك لو لم يذكر المهر وجب أن يجب عليها المهر كما في الإقالة، فإن الثمن يجب رده وإن لم يذكر. ولما لم يكن الأمر كذلك ثبت أن الخلع ليس بفسخ، وإذا بطل ذلك ثبت أنه طلاق. حجة من قال إنه ليس بطلاق وجوه: الحجة الأولى أنه تعالى قال فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ثم ذكر الطلاق فقال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فلو كان الخلع طلاقا لكان الطلاق أربعة، وهذا الاستدلال نقله الخطابي في كتاب معالم السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما. الحجة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لثابت بن قيس بن شماس في مخالعة امرأته، مع أن الطلاق في زمان الحيض أو في طهر حصل الجماع فيه حرام، فلو كان الخلع طلاقا لكان يجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يستكشف الحال في ذلك، فلما لم يستكشف بل أمره بالخلع مطلقا دل على أن الخلع ليس بطلاق. الحجة الثالثة: روى أبو داود في سننه عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس لما اختلعت منه جعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة واحدة. قال الخطابي: وهذا أدل شيء على أن الخلع فسخ وليس بطلاق، لأن الله تعالى قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فلو كانت هذه مطلقة لم يقتصر لها على قرء واحد. وأما قوله تعالى تلك حدود الله، فالمعنى أن ما تقدم ذكره من أحكام الطلاق والرجعة والخلع حدود الله فلا تعتدوها، أي فلا تتجاوزوا عنها. ثم بعد هذا النهي المؤكد أتبعه بالوعيد فقال ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وفيه وجوه: أحدها أنه تعالى ذكر في سائر الآيات ألا لعنة الله على الظالمين، فذكر الظلم هاهنا تنبيها على حصول اللعن. وثانيها أن الظالم اسم ذم وتحقير، فوقوع هذا الاسم يكون جاريا مجرى الوعيد. وثالثها أنه أطلق لفظ الظلم تنبيها على أنه ظلم من الإنسان لنفسه حيث أقدم على المعصية، وظلم أيضا للغير بتقدير ألا تتم المرأة عدتها أو أن تكتم شيئا مما خلق في رحمها
أو أن الرجل ترك الإمساك بالمعروف والتسريح بالإحسان أو أخذ من جملة ما آتاها شيئا لا بسبب نشوز من جهة المرأة، ففي كل هذه المواضع يكون ظالما للغير. فلما أطلق لفظ الظالم دل على كونه ظالما لنفسه وظالما لغيره، وفيه أعظم التهديدات. ثم انتقل الإمام إلى تفسير الآية 30 بعد 200، وهي قوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. فقال: اعلم أن هذا هو الحكم الخامس من أحكام الطلاق، وهو بيان أن الطلقة الثالثة قاطعة لحق الرجعة. وفيه مسائل: المسألة الأولى، الذين قالوا إن قوله تعالى أو تسريح بإحسان إشارة إلى الطلقة الثالثة، قالوا إن قوله تعالى فإن طلقها تفسير لقوله تسريح بإحسان، وهذا قول مجاهد. إلا أن بينا أن الأولى ألا يكون المراد من قوله تسريح بإحسان الطلقة الثالثة، وذلك لأن للزوج مع المرأة بعد الطلقة الثانية أحوالا ثلاثة: أحدها أن يراجعها، وهو المراد بقوله تعالى فإمساك بمعروف، والثاني ألا يراجعها بل يتركها حتى تنقضي العدة وتحصل البينونة، وهو المراد بقوله تعالى أو تسريح بإحسان، والحال الثالث أن يطلقها طلقة ثالثة، وهو المراد بقوله بعد ذلك فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. يقول الإمام: فإذا كانت الأقسام ثلاثة والله تعالى ذكر ألفاظا ثلاثة، وجب تنزيل كل واحد من الألفاظ الثلاثة على معنى من المعاني الثلاثة. فأما إن جعلنا قوله أو تسريح بإحسان عبارة عن الطلقة الثالثة، كنا قد صرفنا لفظين إلى معنى واحد على سبيل التكرار وأهملنا القسم الثالث، ومعلوم أن الأول أولى. واعلم أن وقوع آية الخلع فيما بين هاتين الآيتين كالشيء الأجنبي، ونظم الآية الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن قيل: فإذا كان النظم الصحيح هو هذا، فما السبب في إيقاع آية الخلع فيما بين هاتين الآيتين؟ قلنا: السبب أن الرجعة والخلع لا يصحان إلا قبل الطلقة الثالثة، أما بعدها فلا يبقى شيء من ذلك، فلهذا السبب ذكر الله حكم الرجعة ثم أتبعه بحكم الخلع، ثم ذكر بعد الكل حكم الطلقة الثالثة، لأنها كالخاتمة لجميع الأحكام المعتبرة في هذا الباب، والله أعلم. المسألة الثانية: مذهب جمهور المجتهدين أن المطلقة بالثلاث لا تحل لذلك الزوج إلا بخمس شرائط، لا تحل لزوجها الذي طلقها ثلاثا إلا بخمس شرائط: تعتد منه وتعقد للثاني ويطأها ثم يطلقها الزوج الثاني ثم تعتد منه. وقال سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب: تحل بمجرد العقد. أن يعقد عليها الزوج الثاني ويطلقها دون أن يطأها. يقول: واختلف العلماء في أن شرط الوطء بالسنة أو بالكتاب، هل ثبت هذا الشرط بالسنة أو بالكتاب؟ قال أبو مسلم الأصفهاني: الأمران معلومان بالكتاب، يعني أن العقد والوطء ثابتان بالكتاب. يقول الإمام: وهذا هو المختار. وقبل الخوض في الدليل لا بد من التنبيه على مقدمة. قال عثمان بن جني: سألت أبا علي، يعني الفارسية، عن قولهم نكح المرأة، فقال: فرقت العرب بالاستعمال، فإذا قالوا نكح فلان فلانة أرادوا أنه عقد عليها، وإذا قالوا نكح فلان امرأته أو زوجته
أرادوا به المجامعة. وأقول والقائل هنا الإمام هذا الذي قاله أبو علي كلام محقق بحسب القوانين العقلية، لأن الإضافة الحاصلة بين الشيئين مغايرة لذات كل واحد من المضافين. فإذا قيل نكح فلان زوجته فهذا النكاح أمر حاصل بينه وبين زوجته، فهذا النكاح مغاير له ولزوجته. ثم الزوجة ليست اسما لتلك المرأة بحسب ذاتها، بل اسم لتلك الذات بشرط كونها موصوفة بالزوجية. فالزوجة ماهية مركبة من الذات ومن الزوجية، والمفرد مقدم لا محالة على المركب. إذا ثبت هذا فنقول إذا قلنا نكح فلان زوجته فالنكاح متأخر عن المفهوم من الزوجية، والزوجية متقدمة على الزوجة من حيث إنها زوجة، تقدم المفرد على المركب. وإذا كان كذلك لزم القطع بأن ذلك النكاح غير الزوجية. إذا ثبت هذا كان قوله حتى تنكح زوجا غيره يقتضي أن يكون ذلك النكاح غير الزوجية، فكل من قال بذلك قال إنه الوطء، فثبت أن الآية دالة على أنه لا بد من الوطء. فقوله تنكح يدل على الوطء، وقوله زوجا يدل على العقد. إذن قوله حتى تنكح زوجا غيره يدل على الأمرين، على العقد وعلى الوطء. فقوله تنكح يدل على الوطء، وقوله زوجا يدل على العقد. فإذا الأمران ثابتان بالكتاب. وأما قول من يقول إن الآية غير دالة على الوطء كما قال سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب، قول من يقول إن الآية غير دالة على الوطء وإنما ثبت الوطء بالسنة فضعيف هذا القول، لأن الآية تقتضي نفي الحل ممدودا إلى غاية وهي قوله حتى تنكح، وما كان غاية للشيء يجب انتهاء الحكم عند ثبوته، فيلزم انتهاء الحرمة عند حصول النكاح. فلو كان النكاح عبارة عن العقد لكانت الآية دالة على وجوب انتهاء الحرمة عند حصول العقد، فكان رفعها بالخبر نسخا للقرآن بخبر الواحد وهو غير جائز. أما إذا حملنا النكاح على الوطء وحملنا قوله زوجا على العقد لم يلزم هذا الإشكال. وأما الخبر المشهور في السنة فما روي أن تميمة بنت عبد الرحمن القرظي كانت تحت رفاعة بن وهب ابن عتيك القرظي ابن عمها، فطلقها ثلاثة فتزوجت بعبد الرحمن بن الزبير القرظي، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت كنت تحت رفاعة فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب، وإنه طلقني قبل أن يمسني، أفأرجع إلى ابن عمي؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. والمراد بالعسيلة الجماع، شبه اللذة فيه بالعسل. فلبثت ما شاء الله ثم عادت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت إن زوجي مسني، فكذبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كذبت في الأول فلن أصدقك في الآخر. فلبثت حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتت أبا بكر رضي الله عنه فاستأذنت فقال لا ترجعي إليه، فلبثت حتى مضى أبو بكر رضي الله عنه لسبيله، فأتت عمر رضي الله عنه فاستأذنت فقال عمر لئن رجعت إليه لأرجمنك. وفي قصة رفاعة نزل قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وأما القياس فلأن المقصود من توقيف حصول الحل على هذا الشرط المقصود زجر الزوج عن الطلاق، لأن الغالب أن الزوج يستنكف أن يفترش زوجته رجل آخر،
ولهذا المعنى قال بعض أهل العلم إنما حرم الله تعالى على نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكحن غيره لما فيه من الغضاضة. ومعلوم أن الزجر إنما يحصل بتوقيف الحل على الدخول، فأما مجرد العقد فليس فيه زيادة نفرة، فلا يصح جعله مانعا وزاجرا. المسألة الثالثة، قال الشافعي إذا طلق زوجته واحدة أو اثنتين ثم نكحت زوجا آخر وأصابها ثم عادت إلى الأول بنكاح جديد لم يكن له عليها إلا طلقة واحدة، وهي التي بقيت له من الطلقات الثلاث الأولى. وقال أبو حنيفة بل يملك عليها ثلاثا كما لو نكحت زوجا بعد الثلاث. حجة الشافعي أن هذه طلقة ثالثة فوجب أن تحصل الحرمة الغليظة، إنما قلنا إنها طلقة ثالثة لأنها طلقة وجدت بعد الطلقتين، والطلقة الثالثة موجبة للحرمة الغليظة لقوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعده. وقوله فإن طلقها أعم من أن يطلقها الطلقة الثالثة مسبوقا بنكاح غيره أو غير مسبوق بنكاح غيره، فكان الكل داخلا فيه. المسألة الرابعة، مذهب الشافعي رضي الله عنه إذا تزوج بالمطلقة ثلاثا للغير على أي بشرط أنه إذا أحلها للأول بأن أصابها فلا نكاح بينهما، فهذا نكاح متعة بأجل مجهول وهو باطل. يقول الشافعي إذا قال أتزوجك لأحلك ثم لا نكاح بيننا بعد ذلك فهذا ضرب من نكاح المتعة، وهو فاسد لا يقر عليه ويفسخ، ولو وطئ على هذا لم يكن تحليلا. ولو تزوجها بشرط ألا يطلقها إذا أحلها للأول ففيه قولان، أحدهما أن هذا الزواج لا يصح، والثاني يصح الزواج ويبطل الشرط، وبه قال أبو حنيفة. ولو تزوجها مطلقا معتقدا بأنه إذا أحلها طلقها فالنكاح صحيح ويكره ذلك ويأثم عليه، يكره ذلك ويأثم عليه، وبه وقال مالك والثوري وأحمد هذا النكاح باطل. دليلنا أي دليل الشافعي أن الآية تدل على أن الحرمة تنتهي بوطء مسبوق بعقد وقد وجد، فوجب القول بانتهاء الحرمة. وحيث حكمنا بفساد النكاح فوطئها هل يقع به التحليل؟ فيه قولان، الأصح أنه لا يقع به التحليل. وأما قوله تعالى فإن طلقها فالمعنى إن طلقها الزوج الثاني الذي تزوجها بعد الطلقة الثالثة، لأنه تعالى قد ذكره بقوله حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا، أي على المرأة المطلقة لا جناح على المرأة المطلقة وعلى الزوج الأول في أن يتراجعا بنكاح جديد. فذكر لفظ النكاح بلفظ التراجع لأن الزوجية كانت حاصلة بينهما قبل ذلك، فإذا تناكحا فقد تراجعا إلى ما كان عليه من النكاح، فهذا تراجع لغوي. وبقي في الآية مسألتان، المسألة الأولى ظاهر الآية يقتضي أنه عندما يطلقها الزوج الثاني تحل المراجعة للزوج الأول، إلا أنه مخصوص بقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، لأن المقصود من العدة استبراء الرحم، وهذا المعنى حاصل هاهنا، وهذا هو الذي عول عليه سعيد بن المسيب في أن التحليل يحصل بمجرد العقد، قال لأن الوطأ لو كان معتبرا لكانت العدة واجبة، وهذه الآية تدل على سقوط العدة لأن الفاء في قوله تعالى فلا جناح عليهما أن يتراجعا تدل على أن حل المراجعة حاصل عقيب طلاق الزوج الثاني. يقول الإمام إلا أن الجواب ما قدمنا من أن هذه الآية مخصوصة بقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. المسألة الثانية، قال الخليل والكسائي موضع أن يتراجع
خفض بإضمار الخافض تقديره في أن يتراجع. وقال الفراء موضعه نصب بنزع الخافض. وعلى قول الفراء يكون كقوله تعالى واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، انتصب قوله تعالى قومه على نزع الخافض، والتقدير واختار موسى من قومه 70 رجلا لميقاتنا. وأما قوله تعالى إن ظن أن يقيم حدود الله ففيه مسألتان. المسألة الأولى قال كثير من المفسرين إن ظن أي إن علم وأيقن أنهما يقيما حدود الله. يقول الإمام هذا القول ضعيف من وجوه. أحدها أنك لا تقول ظننت أن يقوم زيد بمعنى علمت أن يقوم زيد. والثاني أن الإنسان لا يعلم ما في القدر وإنما يظنه. والثالث أنه بمنزلة قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، فإن المعتبر هناك الظن فكذا هاهنا. وإذا بطل هذا القول فالمراد منه نفس الظن، أي متى حصل هذا الظن وحصل لهما العزم على إقامة حدود الله حسنت هذه المراجعة، ومتى لم يحصل هذا الظن وخاف عند المراجعة من نشوز منها أو إضرار منه فالمراجعة تحرم. المسألة الثانية كلمة إن في اللغة للشرط، والمعلق بالشرط عدم عند عدم الشرط، فظاهر الآية يقتضي أنه متى لم يحصل هذا الظن لم يحصل جواز المراجعة، لكنه ليس الأمر كذلك، فإن جواز المراجعة ثابت سواء حصل هذا الظن أو لم يحصل، إلا أننا نقول ليس المراد أن هذا شرط لصحة المراجعة، بل المراد منه أنه يلزمهم عند المراجعة بالنكاح الجديد يلزمهم رعاية حقوق الله تعالى وقصد الإقامة لحدود الله تعالى وأوامره. ثم قال بعد ذلك وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وفيه مسائل. المسألة الأولى قوله تعالى وتلك حدود الله إشارة إلى ما بينه من التكاليف، وقوله يبينها إشارة إلى الاستقبال، والجمع بينهما متناقض، هذا إشكال. يقول الإمام عندي أن هذه النصوص التي تقدمت أكثرها عامة يتطرق إليها تخصيصات كثيرة، وأكثر تلك المخصصات إنما عرفت بالسنة، فكان المراد والله أعلم أن هذه الأحكام التي تقدمت هي حدود الله، وسيبينها الله تعالى كمال البيان على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، فهي كقوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. المسألة الثانية قرأ عاصم في رواية أبان نبينها بالنون وهي نون التعظيم، والباقون بالياء على أنه يرجع على اسم الله تعالى. والمسألة الثالثة إنما خص العلماء بهذا البيان لوجوه. لماذا قال يبينها لقوم يعلمون؟ خصهم بهذا البيان لوجوه. أحدها أنهم هم الذين ينتفعون بالآيات، فغيرهم بمنزلة من لا يعتد به، فهي كقوله تعالى هدى للمتقين. والثاني أنه خصصهم بالذكر كقوله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. والثالث يعني به العرب لعلمهم باللسان. والرابع يريد من له عقل وعلم كقوله وما يعقلها إلا العالمون. والمقصود أنه لا يكلف إلا عاقلا عالما بما يكلفه، لأنه متى كان كذلك فقد أزيح عذر المكلف. والخامس أن قوله تلك حدود الله يعني ما تقدم ذكره من الأحكام يبينها الله تعالى لمن يعلم أن الله عز وجل أنزل الكتاب وبعث الرسول صلى الله عليه وسلم ليعملوا بأمره وينتهوا عما نهوا عنه. ونقف عند الآية 130، وهي قوله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا
واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. نقرأ المسائل التي ذكرها الإمام في تفسير هذه الآية في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.